أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا يذكر فيه بنى الله له بيتا في الجنة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. اليوم عيد في المساجد بعدما كنا. بسم الله الرحمن الرحيم. تم بحمد الله تعالى افتتاح مسجد المرحوم حميد صالح المنصوري، الموقع دولة إندونيسيا، ولاية جاوة الوسطو، منطقة سمانو. بارك الله فيما أنفقتم وأخلفكم بخير منه، ونسأل الله تعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتكم، وجزاكم الله خير الجزاء. بارك الله فيكم. واتوا جموعا خاشعين وكلهم يرجون فيض نواله أن ينهمل. الله أكبر، جاء النصر والفرج، ولا الظلام وهذا النور ينبلج. الله أكبر، جاء النصر والفرج، ولا الظلام وهذا النور ينبلج. الله أكبر، من هم ومن كدر ومن ليال مضت بالكرب تعتلج. بعد الفراق الذي أدمى دواخلنا ولم يلح فيه لا فجر ولا بلج، أتى القضاء رضا في حلة لطفة.